اللاعب رقم 12 محمد السبعي ظهير الايسر لفريق النادي الاولمبيك مدنين، وايضا من اللاعبيه اللي وقع انتدابه محمد السبعي الظهير الايسر. وين الجناسي وارسل المستقبل يحيى العاشوري القائمه الثاني محمد السبعي، محمد السبعي سيدر محمد السبعي هدف جميل لصالح المستقبل الرياضي للجسري. محمد السبعي يرفع الكرة ولا كرة الحكم يعطيه إشارة التنفيذ، محمد السبعي وينجح. مسجد العنيزي أمام محمد السبعي، محمد السبعي ممتاز تسديد من محمد السبعي، معتز بالقاسم حافظ على كورته، معتز بالقاسم يلعب مع السبعي ممتاز على كورة، محمد السبعي يرفع الكورة في القائمة يحيى عاشوري غريبة الكورة كانت عرضية ممتازة من محمد السبعي. تمشي الكرة في اتجاه اللاعب محمد السبعي يراوغ، محمد السبعي فرصة اختيار المستقبل الرياضي بالقاسرين ويدخل المناعي معتز بالقاسم يغير وجهة اللعب لمحمد السبعي الظهير الايسر، محمد السبعي معاه كمال الظفلوي ثم السبعي من جديد يرفع الكرة ليحيى العاشوري بالراس يحيى العاشوري. مال الدفلي بلبسه واحده لمحمد السبعي الظهير الايسر، محمد السبعي حافظ على كورته مع مناعي حسام الدين المناعي، مناعي حسام المناعي سدد كما جات على كورته. محمد السبعي يرفع الكرة في القائمة الثانية بصفة مباشرة، محمد السبعي مرة أخرى حاول يباغت عبد الحق الرجيبي. محمد البلتي عبد الملك الجديدي معاه السبعي بن زلقي يقطع الكره محمد السبعي. في حسيلي كيف حسيلي يرجع محمد السبعي ممتاز الانزلاقية من محمد السبعي ظهير الايسر. I'm
تعالوا الكورة محمد السبعي يعمل المراوغة سبعي يحيى العاشوري مرة أخرى واحد اثنين مع السبعي حافظ على الكورة يحيى العاشوري اسكندر الحمدي لحسام المناعي سبعي فرصة جديدة لصالح الوسط الرياضي بالقسري كرة طويلة في اتجاه ريان الدربالي ريان الدربالي يلعب قسيل ومحمد السبعي دربالي يلعب الكرة مع التبوبي السبعي غطي ممتازة من عبد القادر الحمروني الى لسعد البوراوي لسعد البوراوي الى حبيب عبعوب لحبيب عبعوب يدخل منطقة الجزاء ولا الدفاع ممتاز ممتاز اللاعب محمد السبعي